فيضان شرد الكثيرين وأودى ببيوتهم وأموالهم، وقد وصل عدد المتضررين إلى 500,000 متضرر، لكن قلوبهم فاضت بالرحمة والتعاضد مع بعضهم لتجاوز الأزمة. لما جت الفيضانات من اللي جاء وطلعك من البيت؟ مع ولد أختي. شالك؟ المويه كانت تصل فيك إلى حد هنا؟ عاية. وين رحتي؟ وين وداك؟ وكنا في العجاجة. بعدين من الفيضان عدينا شهر، الفيضان يعني رجع البحر، نحن جينا لكن هو لسه عماية جاي. وجاكم الفيضانات؟ عاية. الله يعطيك الصحة والعافية يا رب، ويحفظك إن شاء الله، ويطول عمرك يا رب، ويعوض صبرك وبصرك الجنة إن شاء الله تعالى. ما كان لفريق العمل إلا أن يمد أهل القرية بما يستحقون من غذاء وكساء يواجهون به كربتهم، عل الله يجعل لهم بعد ذلك فرجاً.